امبارح كان في احتفاليه فنيه في قصر ثقافه العريش اللي نظمتها الهيئه العامه لقصور الثقافه استمرارا لاحتفال محافظه شمال سيناء بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وده كان وسط اجواء مبهجه. خلينا نشوف التقرير. استمرار الاحتفال محافظه شمال سيناء بالذكرى 42 لتحرير سيناء، أقيمت احتفالية فنية بقصر ثقافة العريش واللي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط أجواء مبهجة تفاعل معاها الحضور، وبتتزامن الاحتفالية مع الأنشطة الثقافية اللي عادت للمكان بعد افتتاحه اللي بيؤكد عودة الأمان والسلام لأرض سيناء الحبيبة. احنا النهاردة بنحتفل بأعياد سيناء في قصر ثقافة العريش، وبنستعرض النتاج الورش الفنية والثقافية اللي تم إقامتها على مدار العام منذ العام الماضي، من لوحات فن تشكيلي ومنتجات حرف تراثية للورش اللي تم إقامتها في قصر ثقافة العريش. بهني أهالي محافظة شمال سيناء، وإحنا بنحتفل بالعيد 42 لعيد تحرير سيناء، وأيضا بنحتفل بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء. الاحتفالية تضمنت فقرة غنائية بمشاركة فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، بالإضافة لفرقة العريش للفنون الشعبية اللي قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة للتراث السيناوي وسط اعتزاز كبير بالذكرى الغالية على المصريين. وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرض تشكيلي شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين بالعريش لعرض رسومات بتحكي وتجسد ذكرى تحرير سيناء والتراث السيناوي. في إدارة احتفالات وزارة الثقافة باحتفال 25 إبريل وعيد تحرير سيناء، نظمت وزارة الثقافة عدة فعاليات تحت رعاية الدكتور رانيفيني كيلاني، من أهمها الاحتفالية في العريش، محافظة العريش، محافظة طبعا على أرض سيناء، أعز أرض للشعب المصري. احتفالية النهاردة بحضور معالي الوزيرة الدكتور رانيفيني كيلاني ومعالي المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة. اليوم بنشهد هذا العيد ليه مذاق وطعم خاص، بيواكب أنه الحمد لله سيناء أصبحت آمنة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرض تشكيلي شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين بالعريش لعرض رسومات تحكي وتجسد ذكرى تحرير سيناء والتراث السيناوي. أنا شخصياً بشتغل على التراث السيناوي معظمه، معظم التراث السيناوي والبيئة السيناوية، بتلاقي معظم لوحاتي العمل على البيئة السيناوية، وده من ناحية البحر، ناحية البر، وناحية ده اللي بشتغل عليه وموجود في عن الشغل عندي. الرسم بالنسبة لي كان منذ الطفولة، واهتميت قوي بانتصارات حرب أكتوبر واحتفالات سيناء. هتلاقي في لوحاتي في لوحة للعبور، في لوحة كمان لاقتلاع جذور الإرهاب، وكلنا عارفين دور مصر في اقتلاع جذور الإرهاب نيابة عن العالم ومن أجل السلام العالمي. والنهاردة مش أقل من أن احنا نشارك في الاحتفالات بلمسة جمالية بنقدمها لأبناء سيناء. عادت الاحتفالات لأرض الفيروز وعاد معاها الأمن والأمان والسلام، ورجع المسرح ده تاني ليعرض مواهب سيناء والمحافظات الحدودية، وتنطلق رسالة التنوير والتثقيف من أرض سيناء الغالية. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.